أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقرة الصحافة في برنامج الحياة في مصر. معلش بقى النهاردة هنخليها فقرة صحافة ومواقع، لأن معظم الجرائد والصحف جات لنا متأخرة النهاردة علشان ماتش مصر والسعودية اللي حزننا وحزن كل المصريين واتحرق دمنا بعد طبعا الخسارة الصعبة بهدفين مقابل هدف، رغم أن مصر كانت على فترات كتيرة في الماتش أحسن من المنتخب السعودي الشقيق اللي بنبارك له على الأداء والنتيجة. يا ريت بقى ندور على اللي جاي وبس، وما يكونش فيه بقى كوبر ولا ده، وده رأيي على فكرة، لأن أنا شفت الماتش وتعكننت زي ما أنتوا تعكننتوا بالظبط، يعني كل المصريين بصراحة اتحرق دمهم النهارده. بيتهيألي كده يعني صدق الكابتن رضا عبد العال لما قال مصر بتلعب بخطة حلق الله يسترك، وكذب بقى من قال إن أداء منتخبنا عالمي. فقرتنا هيبقى فيها كمان تقارير مصورة وأخبار متنوعة كتيرة جدا. خلينا نبدأ مع حضراتكم. هنبدأ مع حضراتكم بجريدة الدستور. الرئيس السيسي بيستقبل إياد علاوي رئيس نائب العراقي بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. قال الرئيس السيسي العلاوي إننا داعمون لوحدة العراق وحريصين على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. في الشروق أيضا قال الرئيس السيسي أن مصر حريصة أيضا على دعم العراق ومساندته ضد التطرف. وقال نائب الرئيس العراقي الرئيس السيسي خلال اللقاء أيضا أن مصر تمثل دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي. وإلى أخبار الحكومة، عندنا كمان خبر مهم جدا في الصفحة الأولى لجريدة الوطن والخاص باجتماع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللي عقدوا مع مساعديه وقادة الوزارة ومدير الأمن. تعالوا نتابع تصريحات الوزير خلال الاجتماع مع حضراتكم. ملحمة وطنية جسدتها الشرطة المصرية خلال مواجهة تحديات المرحلة استحقت إشادة السيد محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعد الوزير بمختلف القطاعات ومدير الأمن عبر الفيديو كونفرنس على مستوى الجمهورية. وزير الداخلية شدد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية من التعاون والثقة المبني ما بين رجل الشرطة والمواطن. لازم الصورة دي تظل في ذهن هذا المواطن وتعرف ويعرف ان رجل الشرطة ده يعني موجود لحمايته وموجود لأمنه وموجود لمساعدته. فنتأكد يعني وبالتجربة العملية اذا هو لمس هذا الشعور هو هيكون اكثر تعاونا وأكثر امتنانا فيما يتعلق بمعونتنا في مهمتنا. وزير الداخلية أكد أيضا على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتي تمثل جزءا حيويا من أمن المواطن، معولا كثيرا على تطوير أداء النجدة. لازم النجدة تعود زي زمان، ودي مهمة جدا. النجدة لازم تعود زي ما كان، من حيث الكفاءة، من حيث كفاءة الضابط، من حيث شكل الضابط. دايما ضابط النجدة كان زمان هو الضابط المتميز اللي بينزل في الشارع بيدي نوع من الطمأنينة اللي موجودة في الشارع. وخلال حديثه رسخ وزير الداخلية لتطبيق حقوق الإنسان بمفهوم شامل داخل الوزارة وعلى مستوى الأقسام والمديريات. ضابط حقوق الإنسان لازم يتواجد في نبطشية القسم، ولازم يشوف إذا كان في زحمة فيها إيه سبب هذه الزحمة، إذا كان مواطن واقف بقاله فترة طويلة واقف ليه، إذا كان محتاج مساعدة سريعة ممكن إن هو يساعده. ويأتي المرور كأهم متطلبات الفترة الحالية تشديدات من السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المكثف لكل القيادات والضباط على أرض الشارع. رجل المرور ظاهر في الشارع، باين إن هو متواجد بيسير حركة المرور، بيساعد في إن هو ينهي الاختناقات المرورية قبل ما يدور على أنه يسحب الرخصة ويدي المخالفة. ويظل أمن وآمان المواطن المصري أولوية عمل على مدار الساعة لأجهزة وزارة الداخلية. ومن ضمن أخبار الحكومة أيضا في جريدة الوطن خبر منشور لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتؤكد فيه أن مفيش أي زيادة في أسعار العيادة الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية، كانوا بيقولوا أنها من جنيه لعشرة كما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت في تصريحات خاصة للوطن أنها لم تتلقى طلبات بزيادة أسعار الأدوية حتى الآن. أنا نفسي بس أما يبقى في أي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي ننسى أساسا أن احنا ناخد أي خبر من مواقع التواصل الاجتماعي.
بجد. ولما نلاقي خبر او اي شائعه في على مواقع التواصل الاجتماعي، انا نفسي بس تعدوا لحد 10، عدوا من 1 لـ10، شوفوا الخبر ده مين اللي هيستفاد بيه ومين اللي هينضر بيه، وتاكدوا ان انت هتعرفوا ان الخبر غير صحيح. على فكره انا بتكلم عن نفسي كمان، انا برضو بلاقي اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبتصدم فيها، بس بحاول ان انا اتحرى واحاول ان انا ادقق لحد ما اشوف الخبر صح ولا غلط. فده احنا لازم نعمله، ما نصدقش مواقع التواصل الاجتماعي، في جرايد كتيره جدا جدا جدا، واحنا كاعلاميين بنحاول ان احنا كمان نديكوا اخبار بكره، فما نحاولش ان احنا ناخد اخبار من مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل ايضا لجريده الشروق في خبرها بالصفحه الاولى لوزير النقل دكتور هشام عرفات، بيأكد فيه ان هو هيفتتح الجزء الاول من المرحله الرابعه لخط المترو الثالث والمعروف باسم مترو النزهه في ديسمبر المقبل. الوطن بقى عندنا خبر بيخص وزارة البترول اللي أعلنت فيها أنها هتوصل الغاز ل 450 ألف شخص من المواطنين الأكثر احتياجا، وده بمنحة قيمتها 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. ده خبر رائع يعني. الشروق بقى وحول أخبار التعليم في خبر مهم جدا بيأكد أن وزارة التربية والتعليم رفضت تعديل نموذج إجابة مادة الأحياء للثانوية العامة. الانتخابات التركية بقى يعني حدث ولا حرج. الانتخابات التركية بقى طبعا كانت مسار جدل كبير جدا على كل وسائل الإعلام المصرية والعالمية، وده طبعا بسبب التزوير الفج اللي حصل فيها بإعلام فوز أردوغان الديكتاتور بولاية جديدة. ده بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الغربية في تعليقها على الانتخابات التركية، ورغم التحذيرات الكاتمة اللي رسمتها وسائل الإعلام العالمية قبل الانتخابات برضو حصل تزوير. وأكد عدد من المراقبين الأجانب سقوط تركيا مجددا في قبضة الاستبداد. قالت بعض وسائل الإعلام العالمية إن فوز أردوغان ليه عواقب خطيرة داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وعواقب كتيرة جدا على الأمن في العراق وسوريا. ووصفت صحيفة أمريكية أن فوز أردوغان بالخيار الاستبدادي. أما عن اليوم السابع كان العنوان هادف جدا ومقنع بوصف أردوغان بالديكتاتور القاتل بعد أن نصب نفسه رئيسا بالتزوير. طيب تفاصيل أكتر معنا للتعليق على الانتخابات التركية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. دكتور طارق يعني اوصف لنا حضرتك مشهد الانتخابات التركية وما شاهدته من تجاوزات فجة أثرت على النتيجة زي ما قالت بعض الوسائل الإعلام العالمية. يعني طبعا بطبيعة الحال فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بينقل رسالة بصرف النظر عما ارتبط بالعملية الانتخابية والاتهامات طبعا ببعض الممارسات غير المشروعة في إدارة العملية الانتخابية. نحن أمام واقع جديد، الواقع الجديد هو أننا أصبحنا أمام رئيس أوتوقراطي سيمارس حكمه نظاما أوتوقراطيا شاملا بمقتضى التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات كاملة، وبالتالي لن تجد رئيسا لوزراء تركيا مكان، هيبقى هو الرئيس ومركز الصلاحيات والسلطات فيه، بالإضافة طبعا لتعيين الكبار المسؤولين في الدولة، وايضا منح صلاحيات خاصه بالنظام القانوني وفرض حاله الطوارئ، وبالتالي تحولت تركيا الى دوله اوتوقراطيه بمعنى الكلمه. القضيه الان في تاثير ذلك على السياسه الاقليميه والسياسه الدوليه، جزء منها في الممارسات الاستراتيجيه على الارض والمرتبطه بطبيعه الحال الدور التركي في العراق. طب دكتور طارق حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، يعني خلال الفتره الجايه هل هنلاقي تغيير في ملف السياسه في تركيا؟ وبرده نقطه مهمه جدا شق اخر، ليه بنلاقي دول العالم والمنظمات الحقوقيه يعني الحقوقيه صامته قدام التجاوزات النظام التركي؟ لا مش صامته، هو طبعا في تحذيرات منذ امس، وطبعا طبيعه الحال اليوم في جزء من ده مرتبط بالنموذج الاوتوقراطي للدولة التركية في الفترة المقبلة، وبناء عليه ستكون زي ما حضرتك اشرتي وقررتي منذ قليل، هيبقى في دور للاتحاد الاوروبي وفي ايضا منظمات الحقوقية الدولية. اعتقد ده جزء بقى مرتبط بطبيعة ما تمارسه تركيا في الاقليم، جزء منها في التدخلات الداخلية الاقليمية سواء كان في العراق او في سوريا، وجزء بطبيعة الحال
في النموذج التركي. النموذج التركي ليس نموذجا كما يتصور البعض، لا جزء منه مرتبط بالوضع الاقتصادي، الليرة الوطنية، العملة الوطنية، بمشكلات الاقتصاد، بالاستثمار، بإعادة تأهيل الاقتصاد التركي. فأنت بمقتضى هذه الانتخابات بطبيعة الحال ستكون تركيا أمام مفترق تركيا. لن يكون الأمر سهلا ولن يكون الأمر ميسورا، بالعكس ستكون له تداعيات كبيرة، والتداعيات الكبيرة ستطول الداخل التركي. يعني يمكن ربما لم ينظر البعض للنتائج الإيجابية التي حصلت في هذه الانتخابات، ومنها لأول مرة حشد المعارضة بهذه الصورة، وهناك تكتيل لقوى المعارضة، وبالتالي المعارضة قبل الانتخابات غير المعارضة بعد الانتخابات. وحتلاقي في الفترة القادمة معارضة متعددة أمام الرئيس أردوغان. هنا نموذج الأوتوكراتية والشمولية اللي حصلت في تركيا بعد محاولة الانقلاب الوهمي سيعاد النظر في بعض مضمونها، ويبقى فيه طبعا مرتكزات حقيقية مرتبطة بمنهج التعاملات الإقليمية والدولية للحالة التركية. طيب دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، بشكر حضرتك جدا يا فندم. مشاهدينا بنستكمل أخبارنا، وصلنا إلى أخبار الرياضة. يعني المشهد زي ما قلنا لكم في المقدمة كان محزن جدا جدا بعد الهزيمة من السعودية في مباراة توديع المونديال. كانت منشطات الصحف معبرة جدا عن الخروج المخزي، قالت دستور عليه العوض، وأن في مطالب بتحقيقات واسعة في صفر المونديال بعد عودة المنتخب من روسيا، والجبلاية بيبلغ كوبر بعدم تجديد عقده. أما المهندس هانا بوريدا بيطالب بتقرير عن الإخفاق. جريدة الشروق، المنتخب بيخسر من السعودية ويعود بالمونديال. أما بقى أزمة صلاح وكاديروف حديث العالم، واتحاد الكرة بينفي استغلاله سياسيا. جريدة الوفد بقى، المنتخب بيخيب أمال المصريين بعد خسارته أمام السعودية في الوقت بدل الضايع. جريدة الوطن بقى الحقيقة يعني كان عنوانها واضح جدا ومعبر بقى عن الهزيمة. قالت إيه بقى؟ المنتخب حصالة المونديال، وده اللي قالته بعد الخروج المذل من كاس العالم. اليوم السابع بقى برضو كان وداع حزين جدا للمونديال. الحضري بيتألق ويدخل التاريخ كأكبر لاعب في كأس العالم، أما صلاح بيحرز هدفه الثاني وبيحصل على رجل المباراة، وبيأكد بقى للجماهير بكل تفاؤل انتظرونا في المونديال القادم. ننتقل مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار. المنتخب بينهي مشواره في المونديال بالخسارة الثالثة. طبعا الحياة في مصر بيرصد لحضراتكم أبرز ما ورد في الصحف العالمية، عناوين كتيرة جدا لموضوعات هامة في الصحف العالمية فيما يخص الشأن العربي وأيضا العالمي، منها زيارة الأمير ويليام لمدينة جرش الرومانية ومحاكمة قرويين لقتلهم فهد. جولة ما أبرز عناوين الصحف العالمية هنشوفها في سياق التقرير القادم، هنتابع. عناوين كثيرة في الصحافة العالمية تأخذنا لنتصفح تفاصيلها سويا في جولة سريعة. عناوين من أبرزها عنوان صحيفة التلغراف البريطانية: الأمير ويليام يزور مدينة جرش الرومانية الأثرية في الأردن، تلك المدينة التي تقع على بعد 50 كيلومتر شمال عمان. ورافقه خلال تلك الجولة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيث تجول بين آثار المدينة الرومانية، ويأتي ذلك بعد 70 عاما على انسحاب القوات البريطانية من الأراضي المقدسة. انتقالا إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث كان العنوان: نيستي ناش يحافظ على لقب بطل العالم في مصارعة أصابع القدم للمرة 15 في تاريخه، وهي الرياضة التي تأسست في سبعينيات القرن العشرين وتشبه مصارعة الذراعين، وبعد فحص قدمي المتنافسين للتأكد من خلوهما من الفطريات أو الإصابات، يجلس اللاعبان على الأرض وجها لوجه وتتشابك أصابع قدميهما على أن يحاول كل منهما طرح قدم
منافسه أرضا ناحية اليمين أو اليسار. ونظرا لأن حياة الحيوان لها أهمية كبيرة على مستوى العالم، قضت محكمة في سريلانكا باحتجاز 2 مشتبه بهما مؤقتا بعد إلقاء القبض عليهما بعدما ضرب فهدا حتى الموت. والفهد حيوان مهدد بالإنقراض في هذا البلد. إسراء سعد، الحياة في مصر. تابعنا مع حضراتكم تقرير الصحف العالمية. وصلنا بقى لفقرة هامة جدا في الحياة في مصر، وهي السوشيال ميديا. الحياة في مصر بيرصد أبرز ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي. بنتابع مع حضراتكم كل يوم الجديد بقى من الصور والفيديوهات والتعليقات الساخرة اللي بيتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكمان المصريين اللي دمهم خفيف قوي قوي. كان من بينها فيديو لتدويق فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة بالميدالية الذهبية، وتركيب مقطع غنائي برضو على فيديو للاعبي منتخب السنغال لكرة القدم، ده أثناء قيامهم بحركات راقصة في إحدى تدريباتهم. عشان ما أطولش عليكم نشوف التقرير القادم ونرجع لكم تاني. أخبار كتير وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بيتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين دايماً ننقل لكم كل جديد. تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو لتتويج فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة بالميدالية الذهبية في سباق الخمسين متر فراشة، وتحطمها الرقم القياسي بزمن 25.48 لدورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا. وعبر النشطاء عن فرحتهم وفخرهم بالنماذج المشرفة. ومن منتخب السنغال إلى منتخب إنجلترا جاءت تعليقات ساخرة لنشطاء الفيسبوك بعد ما تداولوا صور للمنتخب داخل حمامات السباحة بعوامتهم، الأمر اللي أثار حالة دهشة وسخرية. لكن في الواقع اليوم الترفيهي ده كان بأوامر من المدير الفني لمنتخب إنجلترا لمنع الملل من المعسكرات الطويلة وتخفيف الحمل البدني بعد المجهود الكبير اللي قاموا به خلال الفترة الأخيرة في الماتشات اللي لعبوها. ومن روسيا وبطولة كاس العالم نروح لتركيا وانتخابات الرئاسة. نشطاء أتراك على السوشيال ميديا تداولوا فيديو ظهر فيه وجود صناديق مغلقة بأحد اللجان اللي ما فتحتش أصلاً أبوابها للناخبين، وتم وضع أوراق الاقتراع فيها لصالح أردوغان. نشطاء السوشيال ميديا اتهموا أردوغان بالتزوير في الانتخابات، وإنها مش انتخابات نزيهة ولا حرة ولا شفافة زي ما كان دايماً بيردد أردوغان. الحقيقه يعني فريده عثمان نموذج مشرف للمصريين يعني. وبعدين انا يعني تفائلت كده وانبسطت اول ما شفت الفيديو بتاعها يعني بعد الهزيمه بتاعت المنتخب المصري لكره القدم. الحقيقه احلى حاجه ان احنا الناس المشرفه دول نجيب سيرتهم. وبعدين كمان بقى القصه بقى رفع المعنويات سواء انجلترا او السنغال، الناس يعني متفوقين الحمد لله وبيكسبوا وبتاع، يعني من حقهم يتدلعوا. ما كانش مش دول يتدلعوا، امال مين اللي يتدلع يعني؟ وبعدين كمان يعني احنا الموضوع الانتخابات التركيه كمان يعني حقهم يتدلعوا بصراحه. طيب نروح بقى لفيديو مختلف بقى عن اللقطات الطريفه اللي بتحصل برضو يعني بنشوفها كل يوم، وبرضو بتحاول برنامج الحياه في مصر ان هو يرصد ابرز اللقطات والاحداث المنتشره برضو بوسائل الاعلام. لقطات طريفة وابتكارات من كل أنحاء العالم بيرصدها برنامج الحياة في مصر كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي. منها بقى قيام وكالة الفضاء الروسية بمداعبة نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتطوير علماء إسرائيليين مواد بناء حديثة عن قشور الأرز والنفايات الناتجة عن إنتاج الزجاج. تفاصيل كتيرة جدا هنشوفها في سياق التقرير التالي. متابعة. من اللقطات الطريفة اللي رصدها برنامج الحياة في مصر النهاردة مداعبة وكالة الفضاء الروسية لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فنشرت على حسابها الرسمي على موقع تويتر فيديو ظهر فيه رونالدو وهو بيوجه تسديدة صاروخية في مباراة المغرب، فعاليت الكرة بشكل مبالغ فيه وكملت طريقها للفضاء، ولكن رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيوموف قدر يصدها من محطة الفضاء الدولية. ومن روسيا لاستراليا، علماء طوروا مواد بناء جديدة من قشور الرز والنفايات الناتجة من الإزاز
علشان يطلعوا مادة بناء متجانسة يستعملوها العلماء كعجينة خاصة مع مواد مستخرجينها من الفطر المقوس، وبعدها بيبقى الخليط جاهز لصنع طوب وألواح تثبيت الأبنية. ومادة البناء دي بتتميز بخفة وزنها ومرونتها. ونروح لهولندا اللي عملت دراسة بتقول فيها إن الأطفال اللي بيسمعوا الموسيقى بسماعات الأذن بيتعرضوا بشكل كبير لضعف السمع. بعد ما عملوا اختبارات وسألوا أكتر من أسرة عن إيه اللي ولادهم بيشتكوا منه والوقت اللي بيقضوه هما بيسمعوا الموسيقى بالسماعات ومستوى ارتفاع الصوت وهما بيسمعوا في العادة. أما في السويد، علماء من جامعة سويدية عملوا روبوت جديد متخصص لإنقاذ البشر في حالات الكوارث والحرائق، وزودوه بهيكل متجهز بأحدث الكاميرات البصرية والحرارية وحساسات لاستشعار الدخان والغازات السامة وأجهزة اتصال تخليه يتمكن من التواصل مع الشبكات اللاسلكية وشبكات الإنترنت لنقل الصورة مباشرة من مكان الحريق ومواقع الكوارث الطبيعية. رحاب عز الدين، الحياة في مصر. بالفيديو ده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الصحفية. حاولنا ان احنا نعمل تغطية الاخبار بكرة الثلاث 26 يونيو 2018. نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله في أحسن حال وتغطية جديدة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف. السلام عليكم.